حياكم الله وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العراقية والدولية بعد أهم العناوين. نبدأ من المدى. الفطر الأسود يعاود تسجيل الإصابات والصحة تطمئن، المرض غير معد وليس بخطورة كورونا. أما في الزمان، الملك عبد الله يؤكد وقوف بلاده مع وحدة العراق واستقراره. في عربي 21 إصابات بمواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال في جنين. في العربي الجديد، مجزرة الأيزيديين، العراق لم ينصف الضحايا. وفي العرب اللندنية، إنذار أمريكي شديد اللهجة، باقون في العراق رغم أنف إيران وميليشياتها. في ديلي تلغراف، قمع متزايد للمحتجين الفلسطينيين على مقتل بنات وتأجيل الانتخابات. وفي صحيفة لبراسيو، بعد عام على انفجار المرفأ، تحقيق تفوح منه رائحة الكبريت. إعلان مغادرة القوات الأمريكية العراق نهاية العام الحالي مسرحية وإعلان رمزي يفتقر للصدقية، هكذا يرى الكاتب مثنى عبد الله في صحيفة القدس العربي، الذي أضاف أن القول بأن القوات الأمريكية بعد هذا التاريخ ستكون استشارية كان قد أعلنه الرئيس السابق ترامب في عام 2017، ولكن بايدن يريد من وراء هذا الإعلان تحويل الانتباه عن الشرق الأوسط إلى ما يسميه تهديدات الصين. لقد كان ما تم الإعلان عنه متوقعاً ومعروفاً منذ ما قبل الحوار الأخير، ولم يستطع وزير خارجية العراق أن يقنع الأوساط السياسية والإعلامية في واشنطن حينما قال: توصلنا إلى قناعة بعدم ضرورة وجود القوات الأمريكية في بلادنا، لأن المفارقة كانت كبيرة في الشطر الثاني من إجابته، وهو يقول إن الحاجة للأمريكان ستظل قائمة في ظل استمرار خطر تنظيم الدولة والحاجة للدعم العسكري من واشنطن. وما يقوله في هذا الشطر من الإجابة ليس جديداً، كذلك لأن الرئيس الأمريكي بايدن كان قد صرح به منذ وصوله إلى البيت الأبيض بأن القوات الموجودة في العراق هدفها الأساسي مكافحة تنظيم الدولة، ومهمتها الأخرى تقديم المشورة. وهذه المقاربة لم تتغير، وكل ما جرى هو مجرد تأسيس على كلمة قوات قتالية، وأن الانسحاب سيشمل هذه القوات. وإذا نظرنا إلى واقع الحال، فإن القوات الموجودة اليوم في العراق هي ليست قوات قتالية، وبذلك كان لقاء رئيس الوزراء العراقي بالرئيس بايدن لقاء رمزيا أكثر مما هو فيه نتائج فعلية. لكن ماذا كان يريد مصطفى الكاظمي من هذا اللقاء؟ إن آخر ما تريده الولايات المتحدة هو الانسحاب من العراق، فهي ما زالت تنظر إليه على أنه قمرة القيادة الاستراتيجية في الشرق الأوسط، ولديها فيه مصالح جيوسياسية واقتصادية وأمنية، كما أنهم يقولون بأن انهيار الدولة العراقية يهدد النظام العالمي والاستقرار في الشرق الأوسط، وهو مركز التقاطعات العسكرية والسياسية بينها وبين إيران. فهذه الخطوة تعزز مخاوفها على قواتها في سوريا، خاصة وأن الخروج من هناك ليس على جدولها الآن، كما أن الإدارة الحالية تعرف تماماً حدود النفوذ الإيراني السياسي والاقتصادي والأمني في العراق. أضاف الكاتب أن النوط الشجاع الذي ظن رئيس الوزراء العراقي أنه قد حصل عليه من بايدن في اللقاء الأخير في واشنطن لا يكون بطاقة حمراء يستطيع أن يخيف بها الأذرع الإيرانية، ويقول لهم بصوت عال: أنا الزعيم. فالزعامة السياسية تتحقق عندما يكون رجل الدولة لديه غريزة المستقبل ويرى طريقا للوصول إليه بأمان وبما يملك هو، لا بما يملكه الآخرون في واشنطن وطهران. في صحيفة المدى كتب علي حسين: لا أعرف على وجه الدقة ما هو العمر السياسي والوظيفي لمحافظ جنين والسابق نوفل العقوب، ربما عشق هذه المهنة منذ ريعان شبابه
أو أنه تعلق بها في السنوات الأخيرة، لكنه حتما لا يزال يعد نموذجا للانتهازية السياسية ولشعار الولاء وليس الكفاءة. تصلح قصة العجوب مثالا نموذجيا لكيفية تحول موظف بسيط إلى مالك لعشرات الملايين من الدولارات، وفوق هذا إلى مسؤول يتحكم بمصير ملايين الناس. العجوب الذي كان مجرد رقم ضمن عدد نفوس العراقيين التي وصلت إلى 40 مليون تحول إلى خبر أول تتلاقفه الصحافة بعد أن فرضت عليه الحكومة البريطانية عقوبات لسجله في مجال الفساد المالي والسياسي. قفز نوفل العجوب إلى قائمة أصحاب الملايين بدعم وتشجيع من جهات سياسية كانت تريد من خلاله أن تنهب أموال إعمار مدينة الموصل، وقد تمكنت من ذلك، وأخذنا نشاهد فيديوهات للعجوب وهو يعيد لنا مقولات حكيمة، ومرة أخرى يبكي على أموال البلاد التي نهبت، ومرة أخرى نجده في صورة رجل الخير والتقوى. بعدها يفاجأ المواطن العراقي الباحث عن لقمة عيشه وعن كهرباء لا تنغصها القطوعات، وأمزجت المسؤولين أن العجوب لفلف أكثر من 50 مليون دولار أمريكي عداً ونقداً من أموال المحافظة تحت شعار أني والمحافظة جيب واحد. أضاف الكاتب ألقي القبض على العجوب، ولكن زمن العواجيب لم ينتهي بعد، وعصر الخلطة السياسية، خلط السياسة بالشطارة لا يزال سوقه لا تزال مزدهرة، وهناك في الظل عشرات كنوفل العجوب ممنوع الاقتراب من حصونهم المنيعة. أيها السادة، بحسب الكاتب ثمة شيء أكثر ما بشاعة من القتل في السياسة هو الفساد، ولهذا نجد أن للنزاهة قاعدة واحدة لا تخطئ، إما العيش إلى جانب البسطاء وإما التحول إلى ملياردير من أموال الفقراء. وعن سجون العراق وضرورة العفو الخاص كتب عبد الستار رمضان أن أوضاع السجون مروعة ومأساوية، ونكرر ونضع أكثر من خط تحت كلمة مأساوية بحسب تعبير الكاتب، فضلا عن اكتظاظ السجون والضعف وانعدام الخدمات أصلا الضرورية الصحية وانتشار الأمراض المعدية. فلنتابع التفاصيل. واقع السجون في العراق سيء ومرعب وأكثر من مأساوي، ولا يمكن إصلاح هذا الواقع في ظل المنظومة القضائية والإدارية والإجراءات الحكومية العاجزة عن توفير الحماية والعدل لشخص أو عائلة في العراق، فكيف لهم إصلاح السجون وفيها عشرات الآلاف من المحكومين والموقوفين الذين عجزت كل أجهزة الدولة أن تنصفهم في الظروف الاعتيادية؟ فكيف يمكن ذلك والواقع العراقي ينخر فيه الفساد بكل أنواعه وأشكاله، وجائحة كورونا وزيادة أعداد الوفيات وتحذيرات من موجات جديدة للفيروس أكثر خطورة، والوضع الوبائي الخطير الذي يهدد النظام الصحي بالانهيار؟ أعداد الموقوفين والمحكومين في مواقف الاحتجاز وسجون دائرة الإصلاح في العراق يبلغ أكثر من 76,000 شخص، منهم 49,000 محكوم و3,000 امرأة و2,000 حدث. والسجون أوضاعها سيئة إذا لم تكن مأساوية، ويتطلب خطة سريعة للإصلاح، والحل العاجل والحاسم في هذا الأمر هو إصدار قانون العفو العام والشامل، لكن هذا الأمر متعذر في الوقت الحاضر بسبب قرب الانتخابات المبكرة والصراعات والخلافات الموجودة داخل مجلس النواب. لذلك فإن العفو الخاص هو الحل الأسرع والأفضل في الظروف الحالية. وتتحدث تقارير رسمية حكومية عن وجود ممارسات تعذيب إلى وفاة وسوء معاملة تؤدي وهي موثقة وتؤثر في العشرات على التزامات العراق بكونه الأمم المتحدة بكونه عضوا وموقعا على الاتفاقيات في الخاصة الدولية في الأمم المتحدة
الخاصة بحقوق الإنسان والمعاهدة الدولية لمنع التعذيب وسوء المعاملة، وذلك يمثل ضرورة إنسانية وقانونية وإدارية وصحية لإصدار هذا العفو الخاص، لأن سجون العراق لا يصلحها لا عفو عام أو خاص للسجناء وبأسرع وقت ممكن. حان أوان إغلاق ملف الغزو العراقي للكويت، مقال الكاتب ماجد السامرائي في صحيفة العرب اللندنية، إذ قال فيه: عاد الكويتيون حكاما ومواطنين إلى ديارهم ليبدأ فصل جديد من مسلسل الانتقام من العراقيين وإذلالهم، وليس من نظام صدام، بترتيب من قوى اليمين الأمريكي وتفاعل وتشجيع من الضحية الكويتية، وغالبا ما تصبح الضحية أكثر قسوة من الجلاد حين تستفيق من محنتها. ينبغي على الإخوة الكويتيين أن ينهوا مسلسل الحقد والكراهية وإيذاء العراق في مفاصل جزئية تتعلق مثلا بعلاقات الحدود البحرية، بعد أن رسمت لهم الأمم المتحدة الحدود البرية رغم الأذى الذي ألحقته بالعراقيين. فقصة الحدود قد تشكل إذا ما أراد المغرضون قنبلة موقوتة لسنوات وعقود مقبلة. السنوات الثلاثون التي مضت على الكارثة المؤقتة للكويتيين والدائمة على العراقيين أصبحت كافية لكشف بعض المواقف من بعض الشهود المحايدين التي لم تعلن في حينه أو أعلنت بصورة جزئية لبعض الحكام العرب المتواطئين بشكل لا يتناسب إلا مع عملاء صغار. التهم ألصقت بالقوات العراقية كجزء متمم لعمليات الإبادة على طريق الموت من الأراضي الكويتية إلى البصرة، لكن شهادات العشرات من الضباط كشفت حقائق مغايرة أكدت أن ما تم هو عمليات نفذها غوغاء. وقعت حرب 17 من يناير 1991، وكانت تفصيلات يومياتها قد أكدت بأن المقصود لم يكن بالنسبة إلى القوات الأمريكية التي قادها شوارزكوف تحرير الكويت الذي كان هدفاً ثانوياً. كان الهدف الأول هو سحق القوات العراقية بشكل جنوني لا يقل عن مستوى جنون قرار الاجتياح العراقي للكويت. المشاهد التي كانت تنقلها نقلاً حياً قناة CNN أوضحت بشاعة الإبادة البشرية للجنود العراقيين المنسحبين من أرض المعركة. كان هدف طائرات B-52 تدمير البنية التحتية في العاصمة العراقية وأبراج الكهرباء والاتصالات، كما استخدمت القنابل الخارقة التي قصفت ملجأ العامرية ببغداد وذهب ضحيتها المئات من الأطفال والنساء تحت ذريعة أن القيادة العراقية كانت هناك. أضاف الكاتب: كان المطلوب تضخيم الصورة والساق التهم بالقوات العراقية بجزء متمم لأعمال الإبادة العسكرية على طريق الموت من الأراضي الكويتية إلى البصرة، ولكن شهادات العشرات من الضباط العراقيين كشفت عن حقائق مغايرة أكدت أن ما حصل هو أعمال نفذها غوغاء مدفوعون من جهة سرية، وأن الجيش العراقي بريء من تلك الاتهامات، وهي فرق الغوغاء نفسها التي أشاعت الذعر والموت بعدما سمي بالانتفاضة الشيعية في العراق، وهي نفسها التي نهبت محتويات المتحف ودار الكتب العراقية. هل نجح الربيع العربي وأفغانستان في نخر النموذج الديمقراطي الغربي؟ يقول الكاتب أحمد موفق زيدان: حين قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في مذكراته وتصريحاته إن نتيجة تدخل الإدارات الأمريكية في العراق كانت عاقبته كما ترون، وحين تدخلنا في ليبيا قتل سفيرنا، وحين لم نتدخل في سوريا كانت النتيجة كما وصلت إليه الأوضاع فيها، لم يكن أوباما بذلك يعفي نفسه ودولته التي قدمت نفسها وهي كذلك الدولة العظمى في العالم، وإنما كان اعترافاً ضمنياً يؤكد مدى حضيض العجز الذي وصلت إليه الإدارة الأمريكية في التعامل مع شؤون العالم. مثال أفغانستان اليوم واضح
فحين تطالع تصريحات المسؤولين الغربيين من برلين إلى لندن فباريس ومدريد وروما تلمس خيطاً وحيداً ينظمها، وهو الانزعاج والتبرم من الانسحاب المتسرع والذي ترك أوروبا في فم وحش هجرة ولجوء أفغاني غير مسبوق، وتحويله كسندان لتلقي ضربات تقدم طالبان على الحكومة الأفغانية المنصبة من التحالف الغربي في عام 2001. آخر التصريحات المدينة للانسحاب وتداعياته أتت من الجنرال ديفيد بيترايوس مهندس مقاومة التمرد في أفغانستان ومن قبله في العراق ومدير المخابرات المركزية الأمريكية CIA سابقاً لصحيفة التايمز البريطانية، واختيار الصحيفة لفشة خلقه يعكس دلالة مهمة لا تخفى على المتابعين، إذ إن المسؤولين عادة ما يختارون وسائل إعلامية محددة لتوصيل رسائلهم. يقول بيترايوس: لقد تخلت أمريكا عن حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان في أفغانستان وتركت شعبها لمواجهة الحرب الوحشية والدموية والأهلية. مقابلة بيترايوس لا شك تقرأ في سياق أحد مفرداته رغبة أمريكية بتوريط أوروبا كما تم توريطها بالتخلي الأمريكي عن سوريا. مثل أفغانستان أو مثال أفغانستان اليوم إذن واضح، فحين تطالع تصريحات المسؤولين الغربيين من برلين إلى لندن وباريس ومدريد وروما نلمس في ذلك خيطا وحيدا ننظمها، هو الانزعاج والتبرم من هذا الانسحاب المتسرع الذي ترك أوروبا في فم وحش هجرة ولجوء أفغاني غير مسبوق وحوله إلى سندان لتلقي ضربات تقدم طالبان على الحكومة الأفغانية المنصبة من التحالف الغربي في عام 2001. ذكر صحيفة البراسيو الفرنسية أنه بعد عام على الانفجار المزدوج الذي هز مرفأ بيروت وأودى بحياة أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 وتدمير أجزاء كاملة من العاصمة بيروت، فلا يزال اللبنانيون ينتظرون تحديد المسؤوليات، إذ لم يوجه حتى الآن الاتهام رسميا إلى أحد أو إلى أي جهة، ولم يقدم أي دليل على الاتهامات الموجهة إلى بعض الجهات بما في ذلك النظام السوري. وصفت ليبراسيون التحقيق بشأن انفجار المرفأ بأنه تحقيق تفوح منه رائحة الكبريت، موضحة أن هناك الكثير من الشكوك حول العدالة اللبنانية. وأضافت ليبراسيون أنه بعد مرور عام على الانفجار المروع لمرفأ بيروت يحاول سكان العاصمة اللبنانية بيروت التعافي في مدينة قيد الإصلاح على الرغم من النقص والإهمال من جانب الطبقة السياسية، فبعد عام على هذا التفجير المروع ما زالت الصدمة والذهول يخيمان على ضحاياه وعائلاتهم، كما أن الأسئلة المزعجة التي طرحها كل اللبنانيين والعالم أجمع في أعقاب الانفجار ما زالت بلا إجابة. لماذا وكيف وصلت هذه الكمية من المتفجرات إلى مرفأ بيروت؟ لماذا بقيت هناك لفترة طويلة ولأي غرض؟ لماذا وكيف وقع الانفجار في الرابع من آب أغسطس 2020؟ ومضت ليبراسيون إلى القول إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستعد للعطاء والعقوبة في الوقت نفسه، مشيرة إلى مؤتمر دعم لبنان الذي ينظمه الرئيس الفرنسي الأربعاء. وتلوح فرنسا منذ أشهر بالتهديد بفرض عقوبات على قادة وكيانات لبنانية، إذ استهدف العديد من الأفراد بالفعل كما يقول الإليزي، لكنه رفض الكشف عن أسمائهم. ازدادت حصيلة الفيضانات في وسط الصين لتبلغ أكثر من 300 وقتيلين حسب ما أعلنه مسؤولون بعد هطول أمطار غزيرة بلغ منسوبها في غضون 3 أيام ما يوازي معدل ما يتساقط طيلة سنة. قد سجلت أكثر من 290 حالة وفاة في مدينة شونغتشو وفق ما صرح به مسؤولون للصحفيين،
بحيث لا زالوا نحو 50 شخصا في أنحاء المقاطعة المذكورة في عداد المفقودين. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.